وجه الزعيم الدرزي وليد جملاط في منشور لافت عبر منصة إكس رسالة إلى من سماهم المجندين قهرا من العرب الدروز في الجيش الإسرائيلي، قائلا لهم: إياكم الاشتراك في الحرب في مواجهة المناضلين من حماس ومن الشعب الفلسطيني. إن حركة التاريخ مهما طالت مع حرية الشعوب، وسيأتي اليوم التي ستعود فلسطين ومقدساتها إلى أصحابها العرب. يذكر أن الدروز يشغلون في الجيش الإسرائيلي دورا أثار تساؤلات على مر الزمن، حيث بلغت حتى العام 2022 نسبة الدروز الذين يؤدون الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي 85%، وفق الجزيرة التي لفتت إلى أن هذه النسبة تفوق نسبة اليهود المنخرطين في صفوف الجيش. يأتي ذلك في وقت يعيش في إسرائيل وفق القناة عينها حوالي 134,000 نسمة، ما مثل حتى العام 2022 نسبة 1.6 من سكان إسرائيل ونسبة 7.6 من مجمل السكان العرب فيها الموزعين على العديد من المناطق، لا سيما الجليل والكرمل والجولان. الجزيرة لفتت إلى الدور الذي لعبه الدروز على مر السنين، حيث كان لهم كتيبة خاصة في الجيش الإسرائيلي اعتبرها رئيس الحكومة الإسرائيلية سابقاً إخوة وشركاء في حفظ الأمن الإسرائيلي، متعهداً بتعزيز مكانتهم في الجيش. من جهته اعترف يعقوب شمعوني الدبلوماسي الإسرائيلي بوزارة الخارجية أن قرار تجنيد الدروز في الجيش الإسرائيلي أتى ليكون حربة نطعن بها القومية العربية ونؤثر فيها على دور دروز سوريا ولبنان. رغم هذا التقدير الذي يليه المسؤولون الإسرائيليون لانخراط الدروز بالجيش، إلا أن الانقسامات برزت في السنوات الماضية داخل المجتمع الدرزي بشأن الخدمة العسكرية، حيث لفتت قناة الجزيرة إلى أن المجتمع الدرزي شهد تحركاً ملحوظاً لرفض التجنيد الإجباري المفروض على شبانه، في وقت رفضت المرجعيات الدينية الدرزية في لبنان وسوريا رفضاً قاطعاً أي تعامل مع الجيش الإسرائيلي.